هذا عن الكوشنينج ديفايس. أنا أشوف السؤال إيش بقول. عندي فم تعطيني 18.2 gallons per minute. فQ تساوي 8.2 gallons per minute. اللي هو into the blank end. عندي هون هاي هذا هيك. هذا بنسميه البلانك أو الكاب اند. وعندي الفلو 18.2 كيلوغرامز بير مينيت جالونز بير مينيت تو ذا بلاك اند 3 انش دايمتر هيدروليك سلندر. فدي تبعت البيستون يعني 3 انش هاي الدايمتر. وعندي هي كوشنينج ديفايس 1 انش بلانجر. فهون وين بدنا نحط الخلايا؟ شوف وين نحط ال لا شوف الرسمة وصلنا الرسمة. راح أحاول أرسمها قدر الإمكان تكون صحيحة. هلا بسألكم سؤال، هذا شو سميناه؟ رد. وهذا سميناه فيستر. هذا اسمه الكوشنينج رود. لاحظوا الرد إيش صار فيها؟ عمل فيها هون كبر. عشان شو تعمل؟ عشان أسكر المساحة. فكأنه هون في مكان معين راح يجي. حاول ارسمها قدر الامكان تكون صحيحه. طبعا راح يكون في مكان معين في تشيك فالف اورفيس فاهمين؟ فراح يكون هلا شوفوا شو راح يصير باللحظه العاديه وهو السيستم ماشي. ايش راح يكون عندي؟ راح يكون البريشر شغال على هذول وشغال على هذول. في اللحظه اللي هذه توصل هون ايش راح يصير؟ تقريبا هذه هون الفلو راح يسكر. وين راح يصير الفلو يمر؟ من التشيك او من الاوريفيس من الفلو ريستريكشن. هلا هذه الدايمتر تبعها هون 1 انش. دكتور طب الكوشنينج هذا ما بيكون عنده ايش؟ قبل كان في شيء مش محطوطه هاي تيبر تيبر مش هيك؟ انت بتحكي عن شيء زي هيك. انا هون بالرسم مش حاطط هذا بس يمكن احتمال يكون حاطط شيء خصوصا الخطورة كمان إذا حطيت هذه هيك وصار في شوية مسألة شو بصير تضرب هذه هون. فعادة بنعمل إشي زي هيك بيعمل له ألاينمنت بيحسن ألاينمنت وبيمنع إنه يصير في شوك. هذه هون واحد دايمتر هذا اللي هو الكوشنينج رود. فهذا واحد إنش دي تبع الكوشنينج رود الدايمتر تبعها واحد إنش. إذا هون عندي واحد إنش والدايمتر الكلي تبع الهاي 3 انش، قديش ضلت مساحة الانيول بنقدر نحسبها مش هيك؟ أو الانيولس بنسميها. المساحة اللي ضلت هون هذه هي الانيولس، أوكي؟ الكل عارف ايش يعني انيولس؟ هذا الشكل هاي بنسميها انيولس، هاي. أوكي؟ هي زي حلقة. أوكي؟ بنسميها انيولس. هذه القطر الخارجي تبعها 3 انش والقطر الداخلي هون 1 انش. فبقدر احسب الاريا تبعت الانيولس. خلينا نحسب الاريا كمان تبعت البيستون. فالاريا تبعت البيستون ماينس الكوشنينج ديفايس اللي هي نفس الاريا تبعت الانيولس. سهله مش هيك حساباتها؟ عندي باي على 4 في دي في دي تربيع ناقص دي تربيع. فعندي 3 في 0.0254 تربيع ناقص 1 في 0.0254 تربيع. فبتطلع الاريا تبعت الانيولس 4.0536 تايمز 10 تو ذا ماينس 3 متر سكوير. ايش في دايمنشن مهم هون انا ما اعطيتكم اياه لسه؟ مساحه اللي في الاورفيس اوكي رح نعمل عليه حسابات بس ماشي بنحطها هلا هون. يعني خليني احط هون رح احط خط المقطع خط هيك زي هيك طول الكوشنينج تمام طول الكوشنينج هذا اوكي. هذه هون
انا رسمت خط من هون هذا اللي هو الادجستبل اوريفيس وراح يكون عندنا شيء معين هون بنعمل عليها اللي هي وراح يكون في وحده ثانيه تشيك فالف اه وتشيك فالف مثلا اذا بدكم نرسمها هون هيك راح احط هون هذه تشيك فالف وراح احط هاي هيك وهي زنبرك هيك مش واضحه كثير يمكن عندكم بس هذه هون تشيك فالف وتشيك فالف راح تكون هيك اوكي ماشي واضح شو الهدف من هاي التشيك فالف؟ لما اجي ارجع من هون الفلوي يقدر يتحرك بسهوله بدون مشكله بس هو جاي من وين راح يمر الفلويد؟ من الاورفيس هاي اللي موجوده هون بس الدايمنشن الكريتيكال اللي بهمنا هو طول الكوشننج ديفايس فطول الكوشننج ديفايس 0.75 انش لو ليش هذا مهم؟ ليش مهم طول الكوشننج ديفايس؟ هذا الطول هي اسرع سرعه تمام ايه وين هذا الطول؟ شو اهميته؟ شو راح يعمل؟ خلال ايش راح يصير هذا الطول؟ الكوشننج اللي راح يصير الاكسلريشن راح يصير عندي يونيفورم اكسلريشن فالمعادله اللي حطيناها اللي هي كانت في سكوير ماينس يو سكوير بتساوي 2 اي اس هاي الاس هي هذا الطول اوكي هذا اللي خلاله راح تصير فتره الديسلريشن راح ينزل على خلاله فصارت عندي هاي هون المساحه هذا هون عباره عن الطول تبع الكوشننج ال كوشننج تساوي 0.75 انش ولهذا خلاله هاي الفتره راح تصير الكوشننج الباس هلا بدي اعرف كمان السرعه اللي بدي ابدا اتسارع منها هلا هون نسال السؤال اللي ببدا فيه السرعه الانيشال شو راح تكون اي سرعه كيف راح اعرف هاي السرعه اللي ببدا فيها بحسبها من كميه الفلو تمام وين كميه الفلو هيها وايش كمان بدي والاريا اي اريا الانيولس انا ماشي هيك البستر الكامل مش هيك باخذ هاي الاريا كلها الفلو عندي هون هلا عمال بيطلع هيك عندي كيو هذه عندي هون اي سب تي من اي سب تي وكيو ايش بقدر احسب؟ بقدر احسب السرعه ستيدي ستيت هي نفسها السرعه اللي راح في اللحظه اللي هذا القطعه بتضرب هون شو راح تكون هاي السرعه الاوليه اللي بدي اتباطأ منها؟ شو السرعه النهائيه اللي بدي اياها؟ زيرو اذا عمالنا نقول انه احنا انه في بتساوي 0 متر بير سكند يو بدها تساوي الكيو على اي بيستون اوكي بالحاله هاي الكيو بيستون مش هيك؟ لو بشتغل بالحاله هذيك اي بشتغل على اي اريا؟ راح اشتغل على اريا مختلفه ها؟ بالحاله هاي راح اعمل اذا خلينا نطلع الان بدنا نطلع في حتى اطلع في بدي احول هذول ال 18.2 جالون بير متر مش هيك؟ حتى اطلعهم شو بعمل؟ كل جالون بيساوي 3.785 فاذا حولناهم بيطلع هذول معي مع التحويل الكل واثق بيعرف كيف يحول 1.148 تايمز 10 تو ذا 3 كيوبيك مترز بير سكند يعني هون التحويل هاي حولنا ال 18.2 جالون طلعت 1.148 تايمز 10 تو ذا ماينس 3 كيوبيك مترز بير سكند الاريا من وين بجيبها؟ عندي 3 انش من هون فالاريا تبعت البستون بحسبها بتصير باي على 4 في دي تربيع فبتطلع الاي تبعت البستون 4.56 بعرف اني غلطان اذا الرقم هذا طلع اصغر من الرقم هذا لانه هذا الرقم شو هو؟ الاريا تبعت البستون مال الاريا تبعت الكوشننج ديفايس فهاي الاريا بتطلع معي 4.56 تايمز 10 تو ذا ماينس 3 سكوير مترز فمنها بطلع في، في بتساوي بالحاله هاي لانه هذول اس اي يونتس ايش مباشره بقسم؟ خلص كيو على اي مش عندي كونستنت فاكتور بيطلع السرعه 0.25174 مترز بير سكند. هلا شو راح يصير؟ باللحظه اللي الكوشننج ديفايس تضرب بتلامس هاي النقطه اللي موجوده هون صار عندي هذا هون بده يبدا يتباطا راح يبدا يتباطا حسب اكسلريشن معين او ديسلريشن معين على مسافه مقدارها 3 ارباع انش فخلال فتره 3 ارباع انش بدي اتوقع انه يصير في عندي يونيفورم ديسلريشن اليونيفورم ديسلريشن راح ينزل السرعه من ربع متر بالثانيه الى زيرو اذا شو بقدر اطلع الان؟ بقدر اطلع ايه؟ ايه بتساوي في سكوير ماينس يو سكوير على 2 اس اس هي 3 ارباع انش فبصير عندنا 3 ارباع انش 0.75 0.0254 في 2 وهون عندي هلا اذا بدك تاخذ الاشاره وتحافظ على الاشاره بصير فاهمين علي شو قصدي؟
يعني في احنا ايش معتبرينها؟ 0 ماينس يو، يو ايش هي؟ 0.2517 تربيع بدها تساوي ايه؟ فايش راح تطلع اشارتها؟ معناها الاكسلريشن هو نيجاتيف يعني معناها ضغط، فبيطلع معي ايه تساوي ماينس المفروض يطلع معي 1.66 تاكد عندك شوف 6635 متر بير سكند مضبوط شيء زي هيك وانتبه هذا الانش تضربه في 0.75 تضرب في 0.0254 مضبوط اوكي صارت عندي هلا هاي